اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا. عايز اقول لكم ان انا عندي مبدا كده في الكوره، ان المدرب بيألف او بيلعب حاجه غلط، بيعمل حاجه غلط، دايما ربنا بيعاقبه. دايما بتلاقي التوفيق مش معاه. ده مبدأ انا يعني، ده دايما بشوف ان المدرب اللي بيعمل حاجات في اساسيات الكرة غلط. ما هو الكرة على فكرة ليها ثوابت، الكرة دي على فكرة يعني خلي بالكم علم، ليها ثوابت. لعب اللعيبة كل واحد في مركزه، ما تغيرش طريقة اللعب كتير، ما حاجات ثوابت. دايما بقول انا، وده مبدأ عندي، المدرب اللي بيلعب في الثوابت دي، اللي بيلعب في الثوابت دي ربنا بيعاقبه، ربنا بيروح مديله فوق دماغه على طول. وهو ده اللي حصل مع فيريرا في ماتش السوبر. فيريرا عمل لعب في الثوابت بتاعت الكوره، لعب فيها، فراح ربنا بعد التوفيق عنه. والناحيه الثانيه، الراجل مدرب النادي الاهلي كولر عمل كل الثوابت صح، ما فيش ولا حاجه لعب فيها في الثوابت اللي هي الحاجات الاساسيه في الكوره. عارفين يعني ايه ثوابت؟ يعني اللي هو 1+1=2، خلاص ما فيش. لو كتبت لك 3 يبقى انا راجل بلعب في ثوابت الحساب. هي نفس الكلام الكوره. الماتش ما بين 2 مدربين، مدرب لعب في ثوابت كتيره جدا فربنا بعد عنه التوفيق، ومدرب لعب السهل، ما اهتم بالبيزكس بالاساس كولر، فالتوفيق كان معاه. دايما في ناس بتسال نفسها سؤال تقول لك ايه، يا ما فيش توفيق، التوفيق مش معانا، احنا لو لعبنا النهارده 3 ايام مش هنكسب. مش بتسمعوا الكلام ده كتير؟ الكلام ده فعلا موجود، بس اساسه ايه؟ مين عمل كل حاجة صح على قد ما يقدر؟ خلي بالكوا الكرة دي احنا كلنا بنجتهد وبنخلص وبنشتغل، بنحاول نعمل كل حاجة صح عشان يبقى معانا توفيق ربنا. بكل بساطة، بكل بساطة، عندك مدرب فيريرا خسر الماتش من قبل ما يبدأ. فيريرا خسر الزمالك الماتش في المؤتمر الصحفي اللي قبل الماتش، قال كلام في يعني المسج والرسالة، ممكن أنا فاهم هو بيقول إيه، بس هو حاول يحط ضغوط على الأهلي فتعكست الآية والضغوط جت على لعيبته. طلع قال إيه فيريرا قبل الماتش في البريس كونفرنس؟ قال لك إحنا أبطال الدوري والكاس، وانا مش عارف احنا يعني جايين نلعب الماتش ده ليه. طبعا تصريح في رايي هز لعيبه الزمالك، ما خلوهمش داخلين المباراه بستيت اوف مايند او حاله نفسيه متزنه قبل المباراه. خلي بالكم المدرب اتفقنا ان هو بيستخدم دايما الميديا في ان هو يوجه رسائل لعيبته.